ب 3 جنيه. طب هات لي 10 كاسه وبقيت ال 100 جنيه غلاش. حاضر. يعني 10 كاسه كلها ب 30 كده. والله انا بفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. كل سنة وانتم طيبين وصباح كده حلو وجميل عليكم ان شاء الله تعالى. حبايبي التوحيد، الاستمارة النهارده معمول عليها تخفيض النهارده، بس عشان ما حدش يقول لي كنت عامله ب3 جنيه وربع او كنت عامله بايه وكده، فعشان يعني هو لسه برضه ما اكلش ولا شرب عندنا. استمارة النهارده ب3 جنيه وربع، 3 جنيه وربع. طبعا اللي هيقول لك انت ايه شلت ربع جنيه، شلت انت لما تاخد 100 سمانه فيهم 25 جنيه فرق، يعني لما تاخد 100 سمانه فيهم في السمانه فيها ربع جنيه، فبتفرق يعني بتفرق كتير جدا ربع جنيه طبعا. فالسمانه النهارده ده 3 جنيه وربع. ماشي السمان بالطربوشه والحاج هشام. ماشي جايب شويه سمان النهارده، ولا كلمه سمانه فايقه 100% اهو، ما شاء الله على ما شاء الله على سمان اهو. 3 جنيه وربع، 3 جنيه وربع النهارده بس. قشطه حد مات؟ يا الله بان الفرد فرقعت اهي، الفرد فرقعت اهي. السمان ب 3 جنيه وربع، الحق يا اللي ما تلحق هنا في المنزله ب 3 وربع، 3 جنيه وربع. الابيض ب 8.5 زي ما هو، الابيض ب 8 جنيه ونص. الابيض اهو ب 8 جنيه ونص، 8 جنيه ونص الابيض، 8 ونص. اعتبرك 8 جنيه ونص. والساسه ب 3 جنيه، والفيوم ب 3 جنيه، الساسه ب 3 جنيه اهو، الساسه ب 3 جنيه، والفيوم ب 3، والبلدي ب 2 جنيه ونص. طبعا العسل، والفيوم ب 2 جنيه ونص، البلدي ب 2 جنيه ونص. ب 2 جنيه ونص الفيوم، والبيوم وده بط بلدي فرنساوي ب5 جنيه، بط بلدي فرنساوي ب5 جنيه، والديوب ب9 جنيه ونص، الديوب ب9 ونص، البط المشرق والمرر ب8 جنيه، والمسكوفة ب10 جنيه عمر اسبوع، وبط بيور الماني بطة بتيجي في شهرين بتجيب 4 كيلو عاملة 8 جنيه، 8 جنيه. رد على التليفون يا ابو خالد كده. يبقى الابيض ب 8 جنيه ونص، والساسه ب 3، فيومي 3، بلدي 2 ونص، ديوك فرز ابيض فرز ديوك ب 9 جنيه ونص، والسمان ب 3 جنيه اهو، السمان ب 3 اهو، السمان ب 3 جنيه وربع، ب 3 وربع السمان. قلت 3 ولا ايه؟ اصبر يا رب. 3 جنيه وربع السمان اهو، ما شاء الله حاجة 100 100. تاني هتتكلم لسه قافلة اهو. 8.5 الابيض، والبط كنت عايز اقوله لكم، الراجل دخل قفل على نفسه. عايز ايه لسه تاني؟ ها؟ ليه؟ دور عليا هتلاقيه. ازيك يا عم الحاج بقى؟ الفطور عند عند ايه؟ البلد، البلد اسمها ايه؟ بقى يا شاب. هو بصل يا عم، انا عايز اخش على الباص، وانت قافل الترباس.
بسم الله ما شاء الله، صل على رسول الله. البط اهو بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. البط ده عامل 8 جنيه، ده اللي هو ليه امبارح، يعني بقى لي يومين اهو ب 8 جنيه البط. الحق يا اللي ما تلحق، 8 جنيه البط، شوف عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اه 8 جنيه البط، 8 جنيه الحق عند التوحيد ب 8 جنيه. لا يقول لك دور على تاني ولا ماني. بطه ما شاء الله ما فيش زيها في السوق، شغل ايدينا وبنجيب من بايدينا ومحدش بيلعب حوالينا. ب 8 جنيه يا جماعه البط النهارده، والله ب 8 جنيه، ده عمره يومين وب 8 جنيه، علف واكل وشرب وهبيعه برضه ب 8 جنيه. ماشي؟ يعني بيته برضه وهبيعه برضه بسعر امبارح. انما بعد كده هيزيد بقى، خلاص كفايه عليه النهارده. ب 8 جنيه اهو. بسم الله ما شاء الله 100%. موجود برضه كميات اهو. 8 جنيه. والمسلوفه ب 10. بس المسلوفه عمرها اسبوع، اسبوع. يلا. شكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.